الآن شيخنا النحو يعني يعني اللسان العربي هذا مطلوب، لكن هناك بعض الإخوة شيخنا ماذا يفعل؟ يدرس كل أنواع النحو، يعني يبدأ من الأجرمية ويصعد إلى ممكن كتب ابن هشام المتقدمة، ثم لذا سألته شيخنا في مسائل التوحيد تجده بعيدا. أعوذ بالله. أي نعم. فما نصيحتك شيخنا لأمثال هؤلاء؟ نصيحة أن المرأة يحرص أولا على تعلم فضل العين. نعم. فضل العين أوله أو من أهمه توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإنسان بالأدلة الصحيحة. الله. الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة. نعم. حفظك الله. الأصول الثلاثة. نعم. وبعد ذلك فرض الكفاية. فرض الكفاية. نعم. فرض العين القصير. الصلاة والصوم والحج يعرفها بالتفصيل. نعم. وبعد ذلك الأشياء الأخرى كالبيوع وغيرها التي ليست فرض عين لا بد منه. كيف الإنسان يقرأ النحو يقرأ هو لا يعرف توحيد الله سبحانه وتعالى؟ والنحو ما الفائدة منه مثل إلا إصلاح الألسن الألسن وإصلاح القرآن والحديث ووسيلة فقط ليس غاية. والله الشيخ هذه النصيحة أنا لن أنساها منك. بارك الله جزاك الله. نعم يعني أنا ذكرتها للشيخ أمين الآن في الطريق. نعم. أنك يعني أول ما بدأت أطلب العلم عندكم الشيخ جزاك الله خير. جزاك الله. قلت لي هذه النصيحة لابد أبدأ بالتوحيد ولن أنساها. جزاك الله, الله خير. والله ناسيها والله. الله يبارك فيك. أنت درست عندي؟ أنت قرأت عندي؟ كيف ما قرأت عندي؟ سبحان الله عجيب الله. الله المستعان. بس أنا تذكرني يا شيخنا. إلا أذكرك الله يذكرك الله يذكرك الله. أنا درست عندك كثيرا شيخنا. أنا أحكي لهم القصة هذه التي يعني أنا تيسرت لي ولمن كان معي ولم تتيسر لأحد يا شيخنا. ما شاء الله. بدأنا عندك 1419 ما شاء الله. فلما بدأنا شيخنا كنت تجمعنا كنا بدأنا بالأجرمية وليس بالألفية. نعم ما شاء الله. فكنت شيخنا تجمعنا وتشرح ثم تقول أعرب 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 طبعا. تذكرها شيخنا هذه؟ اي نعم هذه طريقتي ما ذكرها لكن طريقتي لابد أدرب الطلاب. اي نعم. وأنا شيخ أول والله أعلم أول من قرأ عليك نظم العمريطي. سبحان الله العمريطي. نعم. ما شاء الله. نعم قرأت عليك كنت أحفظ ما شاء الله. وأقرأ عليك من حفظي. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الحمد ما شاء الله تبارك الله. جزاكم الله خير. شيخنا الآن عندي تزكية أيضا منك يا شيخ. ما شاء الله الحمد لله تستحق والله. متى أني بدأت أدرس ما شاء الله تبارك الله.